أنا أم رائد من درعا وداعل، يعني محافظة درعا. بيوتنا احترقت وتدمرت، يعني برد قارس، وبتعرفي الأطفال كلها على أبو قمصان نص كم جينا فيهن، وأواعينا اللي جينا فيها الحالة والله هي برد يعني لا يوصف، برد كثير. هون بنطبخ عدس، وبنطبخ معكرونة، وبنطبخ برغل على بندورة، يعني هي شغلاتها معقول بندورة اللي بسلمونا اياها بس فقط. تميناتنا منتشرين على الله وعليهم، كل 15 يوم عم بعطونا اياها، نتموعن منهن، طبخ منهن، كله منهن، هاي حياتنا. بس الحمد لله كل شيء اشوى من القصف.